إذن عودة لكم المرة إلى جانب الفائزين بالمركز الأول والمركز الأول بين الشباب وبين البنات. First of all, Alex Jean-Toyan, congratulations for winning the first place. I was so happy, and first of all, when I started doing the count, I was so scared of losing the ball. So okay. I couldn't waste time. Are you satisfied from the results you have accomplished today? No. Yeah. Yes. And now we are in the generalist between all academies. You won the second place with 37.56 seconds. Yes. Tell me about it. How did you work for it? So hard. And what did your dad do to you? He says always never, like people say something, never like watch to them, go for in front of you. So you were training and then he told you that today, right? Yes. I saw you telling him that. Yes. I saw you telling you that. So he told you just to focus on the game, yes. Focus on your ball, and yes. Now you have accomplished the 37.6. Maybe if you got the last one, the shot, the yes. two-point shot, you could do better. Yes? Yes. Thank you so much, Alex. Thank you for today. رح نروح سريعا لعند سيلا. سيلا. بس اللي حط لها نيك مايك لسيلا. هاي سيلا. هاي. كيفك؟ يعني طلعت انت مركز اول عند البنات، كانوا اهلك جايين هونيك، حاملين لك ورقه عم بيشجعوك فيها، قديش كنت مبسوطه انه اهلك هيك موجودين وعم بيشوفوك؟ كثير مبسوطه. شو كنت حاسه؟ خبريني شو كنت عم تحسي؟ مبسوطة فخورة انه اهلك هون وحاملين لك هيدي الورقة وكلهم عم يشجعوك سيلا سيلا سيلا، قديش خليك هيدا الشيء هيدا التشجيع يلي اعطوك اياه وهيدا السبورت اللي فرجوك اياه انه تروحي تطلعي بالفيرست بليس؟ يعني حسسني انه في بقدر اربح وهيك انا طلعت كثير مبسوطة انه ربحت. يوم طلعت انت بالفيرست بليس اهلت على بطولة لبنان، برايك شو لازم تحسني او على شو لازم تشتغلي على حالك بعد؟ لازم اشتغل على البانيات وعلى الركض على السرعه. بدك تشتغلي على السبيد وعلى السرعه وبدك تركزي على الجيم مثل ما كان عم بيقول اليكس انه ما بدك تركزي مع حدا ورا، بدك تركزي بس انت على الجيم تبعولك. شو بتقولي لاهلك اليوم؟ ميرسي كثير لانه شجعتوني وخليتوني يعني احس انه فيني اربح. برافو عليك، هيدي الميداليه لمين بدك تعطيها لاهلك؟ بدك تعطيني اياها؟ ثانك يو سيلا. Thank you. فأيضا كنا مع أليكس جونتيان وسيرا بوشايا الفائزين بالمركز الأول بفئة الشباب والبنات.